حول هذا الموضوع معنا في استديو مركز الأخبار سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، رئيس لجنة المؤتمر، المتحدث الرسمي لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع. أهلا بك سعادة الشيخ. طبعا بداية نبارك لكم نجاح هذا المؤتمر وهذا المعرض الذي طبعا لاقى صدى ونجاح كبير، على ليس على المستوى المحلي أو حتى على الخليج أو العربي، ولكن على المستوى الدولي. نتكلم اليوم، ما قراءتكم لمخرجات هذا المعرض وهذا المؤتمر؟ طبعا لغة الأرقام هي التي دائما تتحدث. حقق معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بنسخته الأولى عام 2017 نجاحا باهرا. شارك في المعرض 189 شركة من 49 دولة، زار المعرض والمؤتمر 9120 شخصا من 45 دولة، شارك معنا 61 وفدا رسميا من 26 دولة، زار الفعاليات الخارجية المصاحبة للمعرض والمؤتمر التي وزعت على 5 مناطق مختلفة في مملكة البحرين ما يزيد على 1000 شخص. إذا جمعنا هذه الأرقام كلها تعكس مدى نجاح هذه الفعالية الدولية وثقة الدول العالم المختلفة التي شاركت معنا بقدرة مملكة البحرين على تنظيم مثل هذه المعارض المتخصصة. نعم سعادة الشيخ، اليوم البحرين حققت يعني طبعا الكثير من الإنجاز خاصة في معرض والمؤتمر، ماذا لمستم من ردود فعل المشاركين وأيضا من الصدى الإعلامي الذي أحدثه هذا المؤتمر والمعرض تحديدا؟ تشرف مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولة والطاقة بثقة اللجنة العليا بتنظيمه لمؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط، ومن خلال فريق عمل متخصص تم تحديد المواضيع واختيار المتحدثين بدقة، وتم التركيز على اختيار شركاء استراتيجيين في المؤتمر. تم اختيار التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لما تلعبه مملكة البحرين من دور محوري مع شقائها في التحالفين بقيادة المملكة العربية السعودية، وحرصنا أن تكون هناك منصة شاملة تجمع القيادات العسكرية بالخبراء الاستراتيجيين وتوفير منصة شاملة لتقديم الرؤى والأفكار الاستراتيجية لمناقشة موضوع في غاية الأهمية وهو التحالفات العسكرية. تم مناقشة العديد من المواضيع ابتداء من أهمية التحالفات العسكرية والفرص المتاحة أمامها والتحديات التي تواجهها واستخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم التحالفات العسكرية. شارك في هذه الجلسات الأربع ما يقارب 1800 شخص، وسبق ذلك جلسة افتتاحية اختار الرحيل الفريق رحيل شريف الغاني العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أن يختار هذه المنصة لتكون أول ظهور له موقعها الرسمي كقائد عسكري للتحالف الإسلامي لثقته بمملكة البحرين واعتزازه بالشراكة مع مملكة البحرين وبفخره بقيادة جلالة الملك، حيث عبر لي شخصيا باعتزازه وفخره برؤية جلالة الملك وشخصيته المعتدلة والوسطية في زيارته الأخيرة لباكستان. استمعنا له وقدم رؤى تظهر لأول مرة أمام نخبة وقادة عسكريين استراتيجيين. بالطبع كان هناك رسائل أراد المؤتمر وأيضا المعرض أن تصل إلى العالم، ما هي الرسائل التي تم التركيز عليها من خلال الكلمات، من خلال المشاركات، من خلال الأجواء العامة لهذا المؤتمر وهذا المعرض أيضا؟ أبرز ما ركز عليه المؤتمر من خلال شراكتنا مع التحالفين الإسلامي والتحالف العربي ركز على دورهما في إرسال الأمن والاستقرار في المنطقة. نعم. وما قدمه خلال السنوات الأخيرة من تضحيات ودعم في الحرب الدولية لمكافحة ومحاربة الإرهاب. ونعتز في مملكة البحرين بأن المملكة ضحت الكثير وساهمت في هذين التحالفين، وكلنا ثقة بقيادة المملكة العربية السعودية في قيادتها لهذا التحالف الإسلامي وبدعم الدول الأعضاء فيه.
نعم، ربما سؤالي الأخير يتعلق بأن نجاح النسخة الأولى اليوم من مؤتمر ومعرض البحرين يعني للدفاع 2017 سوف يكون حافز لأن تكون هناك نسخة ثانية. ما هي توجهاتكم أو طموحاتكم وخططكم المستقبلية للنسخة الثانية؟ ما يدعونا للفخر والاعتزاز مع انتهاء معرض مؤتمر البحرين الدولي للدفاع هو أنه 62% من الشركات العارضة حجزت مساحتها لمعرض مؤتمر البحرين الدولي لعام 2019 بإذن الله، وهذا يدل على ثقتهم وارتياحهم من حسن التنظيم ومن حسن الإعداد والتسهيلات اللوجستية التي وفرت لهم من خلال تضافر جميع أجهزة الدولة بقيادة قوة الدفاع البحرين الباسلة. وأعتقد بأن ما ميز هذه الفعالية الدولية هي ثلاثة أمور أساسية. أولاً أنها استطاعت أن توفر منصة شاملة للشركات الدولية لتوفير وعرض أحدث المعدات والأجهزة والصناعات والأنظمة والتكنولوجيا الحديثة في المجال الدفاعي والصناعي. ثانياً توفير منصة لتبادل الفكر والرؤى الاستراتيجية بمشاركة خبراء استراتيجيين وقيادات عسكرية. وثالثاً والأهم أن البحرين استطاعت أن تستقطب هذه الوفود العسكرية رفيعة المستوى إلى أراضي مملكة البحرين وزيارة المعرض على أحدث التقنيات وزيارة المشاركة في جلسات المؤتمر من خلال وجودهم طيلة الثلاثة أيام الماضية. نعم، إذا نبارك لكم مجددا سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة على النجاح الباهر الذي حققه مؤتمر ومعرض الدفاع في نسخته 2017، ونتمنى إن شاء الله أن تكون النسخة الثانية مشابهة لهذا النجاح إن شاء الله. طبعا إذا كان معنا الدكتور سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، رئيس لجنة المؤتمر، المتحدث الرسمي لمعرض ومؤتمر البحرين للدولة للدفاع. شكرا جزيلا لك. شكرا.